بصوا انا شباب، انا شغال بماكينه، شغال بماكينه 2 متر و60، بس هي كبيره، هي اصول 2 متر. فانا هنا بشتغل بصنار، الصنار بتاع الغله، انا بشتغل بصنار 5، صنار 5. اما لو السمك عفر بتشتغل باكبر، 4 3 2، تمام. طبعا بتحط على بوز الصناره غلايه واحده، او مثلا بتكون هي حاله غلايتين، واحده بالطول او واحده بالعرض، على العرض واحده بالطول. انا عامه بحب يعني اشتغل بغلايه واحده. لو السمك عفر بكبر الصنار، السمك مثلا كفافي بصغر الصنار 5، اقل حاجه 5 للغله، واكبر حاجه عندك 2 و3، ممكن تشتغل ب2 و3، خلي بالك، تمام. فانا ما تستغربش يعني انا بشتغل بمكنه، انا بحب اشتغل بمكنه فبرتاح يعني بيها، تمام. وهنا بشتغل بسلك الدش، سلك الدش اهيت لما بتسلك السلكه اللي هي الحته البيضه اللي جوه، والحبسه بتاعتها، حته النحاس بتاعتها، وحته رصاص شريط، والصنارتين بتعملوا الشعاد بتاع الشبر، تمام. خليكم معانا كده وربنا يسهل ان شاء الله. شعور ابيض كمان، شعور اخضر كمان اهو. الصراحه الاخضر حلو، هنا كفاف يعني، اقوى من الكفاف. خليكم معانا. الصراحه الله اكبر، ما شاء الله، الله اكبر اهو. خليكم معانا.
اللي بالجوز الجوز اقسم بالله وحش يا بصراع النبي هو اكبر لكم معانا الاخضر راجل عم برضه اخضر وابيض ان شاء الله شغاله يعني لكم معانا ان شاء الله هيبقى يوم حلو ان شاء الله واحده مباشره هي والمصيبه خليكم معايا خليكم معانا
فلتت. يلا تفرج. خليكم معايا بقى يا جدعان، واحدة مباشر وربنا يسهل. الشغل ده بتاع كفاف، يا الله عظيم كفاف. خليكم معانا وكده يا جدعان. انا هقفل الفيديو عشان يعني التليفون بدا يفصل. ان شاء الله في حاجه جديده باذن الله، كل اربع باذن الله يبقى في تقرير في سمك، ولا يبقى في سمك بيعلم. ده للشباب اللي هم يجوا رحلات والكلام ده. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.